نور، مغامرات نور. مرحبا يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكي. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. تمنحنا الطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. التفكيك. إن هذا أمر عجيب، لقد فك أحدهم دراجاتي. انظري إلى هذا، لقد فك قطاري كذلك. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. يبدو أن أحدا قد فك بعض أشيائنا. من الذي فعل هذا؟ شخص واحد يمكنه مساعدتنا، الحكيم. نعم، ساعدوني في العثور عليه. هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة هكذا. نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بإصبعكم في الهواء هكذا. حركوه على شكل دائرة. واصلوا اللف. نعم، لف لف لف. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون. هيا يا رفاق، ستنجحون. أشعر بطاقتكم. والآن الآخر، لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحباً ديدي ونور، ماذا يجري هنا؟ حسناً أيها الحكيم، كنا نأمل أن تخبرنا من لا الذي... لا تخبروني، لقد فكك أحدهم بعض الأشياء. كيف عرف هذا؟ بالحكمة طبعاً. أتعرف من الذي فك الأشياء؟ ترى من هو؟ هل نرى؟ أها، كما توقعت، إنه وحش التفكيك. وحش التفكيك؟ من هذا؟ وحش التفكيك صغير الحجم، يفكك كل شيء ولا نعرف السبب. يحب أن يتأمل كل قطعة من القطع. أعرف أن الأمر سخيف، لكنه يجد الأمر ممتعاً. هل تعني يا حكيم أن وحش التفكيك سيفكك كل شيء يجده أمامه؟ أخشى هذا يا نور. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش التفكيك ونمنعه من تفكيك أي شيء يقابله أمامه. للعثور على وحش التفكيك، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. إلى غرفة الأبواب. هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش التفكيك. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش التفكيك. أشكرك يا حكيم. لا شكر على واجب،
والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقاؤك. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد حتى ثلاثة اجروا معي. 1، 2، 3 جري! غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون. اجروا جميعا، سيظهر الباب الأول. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، ما هذا؟ هذا حيوان لطيف اسمه النمس، يحمل نموذج سفينة لنلقي نظرة. موصد. نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم بطول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عليا. مدوا أيديكم. اقفزوا. أمسكنا بالمفتاح. أحسنتم يا أصدقائي. لندخل من باب حيوان النمس. هيا بنا. انظري إلى كل هذه النماذج. عدد هائل من النماذج. لابد أنه متحف النماذج. انظري، لقد تفككت بعض النماذج. لابد أن وحش التفكيك كان هنا وفككها. هيا يا أصدقائي، يجب أن نواصل الطريق ونمنعه من تفكيك أي شيء آخر. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر. هذا الأمر سهل جداً. هل تحركت أيها النمس؟ لماذا لا يريد النمس أن يتحرك؟ هذا متحف النمس للنماذج. لقد فكك وحش التفكيك بعض النماذج اليوم، فأغلق النمس المتحف كي يمنعه من الدخول وتفكيك بقية النماذج. اخطوا خطوات صغيرة وانبطحوا على الأرض كي تجتاز النمس وتصلوا إلى الباب. نخطو خطوات صغيرة وننبطح على الأرض كي نجتاز النمس. كيف نفعل هذا؟ لأخذ خطوات صغيرة والانبطاح على الأرض، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نخطو خطوات صغيرة وننبطح على الأرض ونجتاز النمس؟ الفيل ثقيل الخطوات، الكنغر القافز، العنكبوت المتسلل. العنكبوت المتسلل. أحسنتم. هيا يا أصدقائي، لكي نخطو خطوات صغيرة على الأرض ونجتاز النمس معا، علينا أن نتسلل بخفة وسرعة مثل العنكبوت. راقبوني يا أصدقاء.
ديدي يتسلل مثل عنكبوت أخضر. هيا نتسلل مثل العنكبوت. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أقول ثلاثة تسللوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، تسلل. هيا تسللوا معي على أيديكم وأرجلكم. هيا نخطو سريعاً. هذا هو التسلل. إذا رأنا النمس نتوقف. نتوقف هكذا. نواصل التسلل. توقفوا يا أصدقاء. لا تتحركوا. لنواصل التسلل يا أصدقائي. أحتاج إلى الطاقة. تسللوا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. ويشع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم الآن. طاقة نور القصوى. واصلوا التسلل يا أصدقائي على الأقدام والأرجل. أوشكنا على الوصول. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا متحف النمس للنماذج. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. واصلوا الرقصة يا أصدقاء. هيا. هذا رقص رائع يا أصدقاء. الباب الثاني. انظري، قندس. يحب القندس بناء السدود. ربما يبني سدا في الداخل. هيا بنا. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع جدا. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. القنادس سداً. يبدو هذا الخشب عجيب الشكل. أنت محق يا ديدي. حسناً، لا وقت لمشاهدة القنادس. يجب أن نواصل الطريق. هل ترون الباب الثالث؟ ها هو هناك. أعتقد هناك قطع ناقصة من الباب. كيف سندخل منه الآن؟ هذا سد القنادس العاملة. تبني القنادس السد بأقصى سرعة ممكنة، لكنها تستخدم قطعاً من الباب الثاني. تحتاجون إلى هذه القطع لإعادة بناء الباب اليوم. تحركوا بسرعة واخطفوا القطع من القنادس فوراً. نتحرك بسرعة ونخطف قطع الباب من القنادس؟ كيف نفعل هذا؟ للتحرك بسرعة وخطف قطع الباب، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نتحرك بخفة ونخطف قطع الباب من القنادس العاملة؟ البطريق المتهادي، الصرصور الزاحف، أسد
أحد الجبال المهاجم. مسد الجبال المهاجم؟ أحسنتم! هيا يا أصدقائي، لكي نتحرك بسرعة ونخطف قطع الباب من القنادس العاملة، يجب أن نهاجم، نهاجم، نهاجم كأسد الجبال! راقبوني الآن! يهاجم ديدي مثل أسد الجبال! هيا نهاجم مثل أسد الجبال! ما زلتم في منطقة نور؟ هذا رائع! عندما أقول ثلاثة، هاجموا معي! واحد، اثنان، ثلاثة، هجوم! هيا ساعدوني يا أصدقائي! يجب أن نستعيد قطع الباب! اهدوا بخفة ثم انطلقوا بسرعة! نهاجم مثل أسد الجبال! واصلوا الهجوم! نعم! حصلنا على قطعتين! حصلت على قطعة! أحسنت الهجوم يا ديدي! وأنتم أيضاً يا أصدقائي! أحتاج إلى الطاقة! تسللوا معي يا أصدقائي! تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي! ويشع صور الطاقة عندما تتحركون! واصلوا الهجوم! نعم! أنتم تساعدونني الآن! أشعر بكل طاقتكم! طاقة نور القصوى! واصلوا الهجوم! هيا يا أصدقاء! أوشكنا على استعادة جميع القطع! نعم! نحن نجحنا يا أصدقاء! استعدنا القطع الخاصة بالباب من القنادس العاملة! نجحنا يا أصدقاء بفضلكم! وقت رقصة نور! هيا ارقصوا! لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا! واصلوا الرقصة يا أصدقاء! الباب الثالث! تقريباً! كيف سنتمكن من تركيب الباب من جديد؟ قندس عامل! هل نظرتم إلى هذا؟ إنه يعيد تركيب الباب من جديد! إنه يجيد بناء الأشياء الكثيرة! يبدو أنه قندس يبني أي شيء! إنه يسعد بتركيب الأشياء من جديد! احتفظ به يا ديدي! من يدري؟ قد نحتاج إليه اليوم! انظري! وحش التفكيك! ليس مصاداً! هيا يا أصدقائي! لنمنع وحش التفكيك من تفكيك كل شيء يراه أمامه! واو! انظروا إلى هذا الكم الهائل من القطع! أصدقائي! تعرفون من يعيش هنا؟ وحش التفكيك! يبدو أنه يحب أن يفكك الأشياء، لكن لا يمكنه أن يستمر في تفكيك الأشياء بهذا الشكل. إذا عثر على شيء أو أحد يركب الأشياء التي يفككها فقد يحل المشكلة. لكن من الذي يمكنه أن يحل هذه المشكلة؟ هذا! انتظر يا ديدي، لا يمكنني اللعب مع القدس الذي يبني أي شيء. أحاول أن أفكر في شيء يمكننا. انتظروا، القدس الذي يبني أي شيء يحب أن يعيد بناء أي شيء. أيها التنين، أنت عبقري، جربه. انظروا يا أصدقائي. يا وحش التفكيك، انظر ماذا عندي. انظروا! يعيد القدس بناء كل شيء كما كان! ويسعد وحش التفكيك بالتفكيك! سيسعد وحش التفكيك بالعمل مع القدس الذي يسعد بإعادة تركيب كل شيء! هذا رائع!
هكذا؟ أعدت تركيب دراجتي وقطار ديدي كما كان. أوبس، كنت أريد أن أرى كيف تعمل. يبدو أن هناك وحش تفكيك آخر. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. منعنا وحش التفكيك من تفكيك كل شيء يراه في العالم. أشكركم جداً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة. أفضل رقصة من الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا.